اليوم فيديو ماتي عن كيفية حساب السي اف ام. السي اف ام نستفاد من عنده بجامعات الكوميرشال مثلا، حتى يعرف هذا يسمى طبعا ريجستر، المخرج مال الهواء، نعرف ممكن يكون اكو انسداد بالفلتر صاخه او ممكن فان ضعيفه. نفس الشيء ينطبق على السبليس سيستم، طبعا نفس الشيء ممكن يكون المروحه ضعيفه، فحتى نعرف اذا كان السي اف ام، لان يكتبون المفروض يكون معروف يعني انه كم سي اف ام هذا المفروض ينطي حسب التصاميم. طبعا فاحنا نستعمل جهاز اسمه anemometer، هذا الجهاز يعطينا، ما راح يعطينا سي اف ام، راح يعطينا اف بي ام اللي هي فيت بير مينيت. طبعا هذا بدرهم نتحولهن الى ان توصل اف بي ام بفيلوسيتي هنا، وبي طبعا درهم تحول الى ماكسيموم ومينيموم وافريج، طبعا نحول على الافريج المعدل، وجيب جهاز بمروحة، الجهاز تجيب على الريجستر اللي هو سبلاي نفس الشيء، هو طبعا شغال التبريد، وتاخذ نموذج يعني من سرعة الهواء، تمشي الجهاز دائما دائرة، وهذا بمروحة راح تفتر وتبدي تقرا عندنا دائرة مدائرة، وبالوسط يعني تاخذ سامبل وتقريبا دقيقة تترك تمشي الجهاز عليه، بعدين اخذت رقم ال اف بي ام طلع لنا رقم، هذا طبعا رقم افتراضي ما لكم علاقة به. عندك ال اف بي ام عندنا معادلة اللي هي سي اف ام تساوي فيلوسيتي اللي هي واحدة مالت اف بي ام مضروبة بالفري اريا سكوير فيت، نستعمل سكوير فيت، عندنا هذا الرقم طلع نجيبه نخليه بالمعادلة، يبقى عندنا فري اريا. الفري اريا ما عندنا، كيف نستخرج الفري اريا؟ سكوير فيت طبعا، أكد على سكوير فيت. احنا عندنا هذا مستطيل، راح نقيس هاي المساحة الداخلية، طبعا مو من برا، ناخذ المساحة هذه الداخلية، مستطيل هذا الطول بالعرض، فيس اريا، طبعا هذا يسموه فيس اريا، هذا مصطلح ما يسموه فيس اريا، هي نفس المساحة، ان الطول بالعرض هذا بالانش القياس. افتراض ارقام افتراضية نطينا 10 8، هذه الفري اريا فيس اريا، عفوا فيس اريا تساوي 10 × 8 يطلع 8 سكوير انش، هذا طلع عندنا بالانش. حتى احنا نحتاج معادلتنا هنا بالسكوير فيت، نحتاج نحولها الى سكوير فيت. عندنا الفيس اريا اللي هي المساحة، هي هذه الناتج، هذا الناتج المساحة من الطول في العرض، الناتج مقسوم على 144، يطلع عندنا النتيجة، راح يطلع عندنا بالسكوير فيت، هذا 80 × 144، 80 × 144 طلع عندنا هذا الرقم سكوير فيت. عندنا الفيس اريا، طلعنا المساحة، طبعا هذه المساحة، ولكن احنا عندنا هنا فينس يسموهن، هذه عوائق تصير اذا يوجهن الهواء، فهذه اكو شيء اسمه كي فاكتور، هذا الرقم احنا المساحة طلعناها، هذه لازم نضربها في الكي فاكتور حتى نستخرج يعني سرعة الهواء الصافية، يعني هذه عوائق. فعندنا رقم اللي هو 75% اغلب الاحيان، بعض الاحيان 60%، ولكن نستعمل 75% كرقم ثابت. المساحة اللي طلعت بالسكوير فيت نضربها في 75% راح يطلع لنا الفري اريا اللي هي هذه النقص. نبدي هنا كل الارقام عندنا، هذا اخذناه من الجهاز، وهذا طلعنا الفري اريا، هذا السكوير فيت، راح يطلع لنا السي اف ام.